السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. معلومة النهاردة كالسمات لعلاج الحمام. معنا اللي هو كالسمات ده، نوريكم القرص شكله ايه. الكبسولات ده شكل الكبسولة، نفتحها ونشوف بنستخدمها ازاي. قبل ما نفتحها ونشوف الطريقة هنقول هو بيعالج ايه. بيعالج ضعف قشرة البيض وكساح النتاية بعد وضع البيض، يعني لو في نتاية بتبيض بيضة ضعيفة او نتاية بعد ما باضت حسيت ان هي مش قادرة تقف على رجليها هتقطعها من العلاج ده. جالها اكساح بعد وضع البيض، خاصة في الحمام المحبوس، لما الحمام اللي بيطير فهو بيعوض الموضوع ده بالتحديق. لازم يكون الحمام بتاع حضرتك دايما بتحط التحديق ده. وصفة التحديق كلنا عارفينها، عملناها في فيديو سابق. طيب يبقى الحمام اللي بيطير بيعوض من الطبيعة، او التحديق اللي انت بتحطه حضرتك اللي هو محار وجير وكسر طوب ورمل واحيانا فتافيت الفحم. كالسمات بشري وسعره رخيص جدا. ساعة النتاية قبل وضع البيض تعرف ان هي الذكر بيطاردها ان هي هتبيض، تعطيها حباية، وبعد وضع اول بيضة تعطيها حباية وهي بتستعد للبيضة التانية، وبعد وضع البيضة التانية تعطيها حباية، يبقوا 3 حبايات. هنشوف ازاي. هنجيب زغلول ونفتح قرص او كبسولة زي دي، اها شكلها اهو، ما تفكهاش ولا حاجة. في ناس بتعمل كده وتأتي 3 ايام لو هو زغلول شايفه ريشه مش كويس او مش قادر يقف على رجليه. نفس الطريقة دي احنا بنقول كذا حاجة يا جماعة عشان اللي مش لاقي حاجة يعمل التانية. عملنا قبل كده ديكال بيت ناشر، ينفع برضو. حسيت ان هي اتأكد ان الكبسولة نزلت، والنتاية برضو اللي هي بعد البيض بنعطيها بنفس الطريقة 3 ايام زي ما قلنا لحضراتكم. لو عايز تفاصيل اكتر عن الفيديو مفصلة اكتر هتلاقيها في قناتنا الرئيسية، اسمها قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.